هزات ارتدادية جديدة للزلزال المدمر شمال سوريا، والخوف سيد الموقف هناك. وفاة سيدة وإصابة زوجها بحريق في مخيم للنازحين غربي إدلب. استجابة سوريا يقدر نسبة المتضررين بأكثر من 1,000,000 نسمة، والخسائر 511 مليون دولار شمال سوريا. استمرار تدفق المساعدات والتبرعات لصالح النظام على حساب المنكوبين. النظام يهدم عشرات الأبنية بحجة الزلزال للتغطية على جرائم تدمير المدن. بوغدانوف يقول إن الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها، ويتحدث عن استمرار مساعي التطبيع. نائب جمهوري يقدم مشروعاً لمجلس النواب الأمريكي يلزم الرئيس سحب القوات من سوريا. الليرة السورية تتراجع وتسجل 7,400 أمام الدولار و 7,840 أمام اليورو. 60 نبضة. أخبار شام.